لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. شو أنا مفكرني مرتك ولا خطيبتك لحتى عم تغازلني هالغزل؟ ليش الواحد ما بيغازل إلا خطيبته ومرته؟ شو قصدك؟ قصدي إنه الواحد بيقدر يغازل حبيبته. أنت ولا مرة غازلك حبيبك؟ مرحبا، أنا آسفة بس فاتوا علي أهلي ولازم سكر، بدك شي؟ بس بعد ما جاوبتيني. ها شو؟ إذا كان حبيبك غازلك ولا لا؟ لأنه إذا ما غازلك مشكلة، رح أزعل منه. أنا ما عندي لا حبيب ولا عندي حدا بيغازلني ولا بحب هذا الحكي ولا شي. باي. شو قصده انه حبيبي بيغازلني؟ ايه بس لو كان بده يخطبني كان حكى، وهو ما عم يحكي ولا عم يفتح سيرة. وهيك بتكون طبقة البروليتاريا هي طبقة المستغلة من قبل أصحاب رأس المال. وهيدول أصحاب رأس المال وين فينا نشوفهم؟ بكل مكان، بكل مكان في رأس مال، يعني بحيالله بلد. آخ لو بشوف لي شي رأس مال من هالروس. بس يلا انت رأس مال ما بك شي. وهيك كون حكيت لك كل شي عن هاي الطبقة. أنا صار لازم أمشي بالإذن. بس أنا هيك ما بكون استفدت بشي. كيف ما استفدتي بشي؟ يعني أنا برقص وأنت الشيء اللي حكيته ما بيفيدني بالرقص طبعاً. ما أنا هذا اللي قلت له يا لفيدو، بعدين مو كأنه تأخر لحتى يجيب الليمون. هلأ شو بدك فيه لفيدو؟ خليك معي، لازم تقلي كيف بدي استفيد منها لهيدي البلوريتاريا بالرقص. رصي للطبقة العاملة. لا هيدول ما بيدفعوا. بعدين أنا رح يكون عندي حفلة رح يكون موجود فيها عدد كبير من الشخصيات السياسية، فأنت بدك تفسر لي وتساعدني أنه من خلال رأسي أقدر يفهموا أنه أنا بفهم بهالشغلات. يعني بصراحة أنا ما بفهم بالرأس وتأخر الوقت وصار لازم روح. أنا بشرح لك عن الرقص مثل ما أنت شرحت لي وهيك بنقرب وجهات النظر. فينا نرفع التكييف؟ رفعته على الآخر. تسلموا إليك يا مدام، الحياة أكلات غير شكل. صحتين وعوافي، بس والله زعلت منك لسه ما أكلت. قال ما أكل قال مثل الشفاطة ما خلى صحن يعتب عليه. ماما خلص شو بدنا فيه شو أكل؟ ايه كابتن شو رأيك بكاسة شاي بعد هالعشاء؟ شاي شو ماما؟ ما بدنا نحط له الجاتو؟ شو نسيتي؟ بدنا نوقع له. نشوف إذا بيقدر ياكل لسه. عم تحكوا عني مدام؟ بالعكس أنا ما
حياتي دوبلكس وعندي غرفتين على السطح بيسكن فيهم 8 اشخاص. اتفضل على الصالون، اتفضل كابتن. قوموا ماما قوموا. شو بلا ذوق شفتيهم؟ ما في احترام لحدا، انا بعدني عم باكل. صحتين مام. انت كمان. بالمره. حبيبتي خلصي وزقي هالصفرة لجوا. أنا بشوف إنه خلينا بالأول نمضي الكونترا وبعدين نعمل هيك حفلة صغيرة على قدنا، لأنه أنا تأخر الوقت لازم نروح على البيت. لا 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 لسه ما عندنا بالواجب، بعدين الحفلة ممكن تمت للصبح. شو تمشي ما تمشي وتروح على البيت؟ سمير شوف الكوتش تبعك. لا كوتش بدل عنا اليوم، شو رأيك تنام عنا؟ ايه كوتش بتنام بتخت سمير. يا سمير وين بينام؟ بتختي. وانت لا تخافي حبيبتي، أنا بدبرك. وأنا بنام حد ميمي ما هيك؟ قوموا لكان حضرونا الحفلة، خلينا ناكل شي شغلة حلوة عندكم. يلا يلا قومي ساندي معي تعي. بتعرفي بعد الأكل ضروري الدوسير. شرفي تفضلي هذا العقد، إذا بتحبي راجع بنوده. لا معقول معقول راجع من بعدك يا كوتش؟ ميمي ما بيصير، لازم ترجع تراجع الكونترا، بركي مغير شي بالبنود. نجاح ريحي لي حالك انت واسترخي، لا تتدخلي بين البصلة وقشرتها، نحن واثقين بالرجل. كثير واثقين ببعض نحن، بس عفوا انت البصلة وانا قشرتها. ما بدك. تفضل يا بطل، راجع العقد. لا انا مشوفه من بعد كابتن، بس ما تزعل مني بدي فرجيه لسامر اللي بيفهم اكثر مني بهالمواضيع. يلا نشوف. لك عطيها لسامير. تفضل حبيبي. تماما نقطة انت. تفضل وقعوا. يلا بيعليك ان شاء الله رفعتك قد ايه معك يا يلا يا جماعه انطفى الشمع على الطريق يا سلام. يلا معلش لو شمعه شعله. كوتش بتعرف انه حضرتك مليت البيت علينا بعد المرحوم ابو سامر؟ الله يرحمه. في موضوع من زمان بدي حاكيكي فيه. بالله تفضل تفضل. إن شاء الله بالأيام اللي جاي رح يكون وجهها خير علينا ويقدر نبني شراكة كتير منيحة بحيث إنه هو سمير يكون بطل عالم. بس موضوع هذا النادي اللي أنت بدك تفتحيه تأكدي إنه ما حدا بيقدر يديره مثلي أنا. كوتش شو رأيك نبطل نحكي عن النادي وعن الرياضة؟ في مواضيع كتير غيره. ما هيك؟ إيه. لك شوف أمك شو عم تعمل. شايفة شايفة تركيها.
يمكن من جوا عم تبقى طفل صغير قلب محير كلام الناس ما بيعني لما بتعشق لما تغني لما تشوف الدنيا جني كل الحدود بتتبخر وبيسألوا شو صار في أنا شو صار إحساسي مش اختيار لكن حظه معدار وبيسألوا شو صار في أنا شو صار إحساسي مش اختيار لكن حظه معدار رجع هالعمر الأول عيش الهوى حبه واسهر لا تقولوا كبرتي عالحكي قلبي من الوحدة بيشتكي على بالي راسي اتكي عحضر الله يهدك يا عبد الجبار الله يهدك وبيسألوا شو صار في أنا شو صار إحساسي مش اختيار لكن حظه معدار وبيسألوا آه الله لا يوفقك يا عبد الجبار الله يهدك مثل ما هديتني جبار آه يا راسي آه لك شو آه يا راسي آه يا جسمي آه يا كلي الله لا يوفقه كسر بخاطري الله يكسر بخاطره أنا قلت له هو
مالي منيحة، مالي منيحة، مالي منيحة. بنوب بنوب بنوب. من وين؟ من وين بده يجي الخير يا دكتور؟ من وين بده يجي الخير؟ كل يوم صدمة أضرب من التاكي. رح تجي لعنا؟ إيه شو علي؟ أهلا وسهلا، نحن بانتظارك. أوكي لا تسرع، نحن بانتظارك. الله معك دكتور، الله معك. ما في غيره، ما في غيره، مش فينا غيره، ما في غيره، ما في غيره. فرجيك تياب الجدار. كيفك ميودة؟ وين كل هلا؟ وين كل هلا؟ وين كنتوا؟ حبيبتي شبكي فيك شيء؟ لا ما فيني شيء، بس تعبانة شوي أنا. سلامة قلبك، هيدا جسم بده رياحة فلازم ترتاحي ماما. شكرا صدمة عبد الجبار بعده ماشي مفعولة. شو عم تقلها؟ ماشي بس عم بقول إنه تكسروا إجرينا من محل لمحل فرح أمرتي. خدني معك حبيبتي، إذا بدك شيء أنا موجودة. ما بدي شيء، الله لا يعزي إلا لبابو الكريم. يا راسي الله يوفقك يا عبد الجبار، يخرب بيتك. هديتني الله يهدك. تفضلي. هاي ليش هالكاشة بوشي؟ فكرتك سمر. يعني إذا سمر بتضحكي لها أنا بكشي بوشي؟ اسمعوا لا سامر، طلع من راسي. ها واصلة معي لراس مناخيري. خير باكي شي؟ صاير معك شي؟ لا ما بني شي، كتير مبسوطة أنا بحياتي. جيب لك الدكتور؟ ما بدي تجيب لي دكتور. مبيني حالتك طبيعية، مانك بحاجة شي. أنا قايم على أوضتي. أرياح بيت. تفضل ماما. انت منيحه؟ انا عملت منيح بفحصي بس كانوا الاسئله شوي صعبين، بس انه حسيتك شوي معصبه. بدك اجيب لك شيء؟ بدك احضر لك اكل او بدك اعمل لك قهوه او بدك احكي دكتور او انا بقول لك. سميرة أنا حسيت إنه ماما اليوم كتير مضايقة. إيه ما في مشكلة، بكرة بتروق لحالها، بيكون من يلي صار مع عبد الجبار. سميرة أنا خايفة على الماما. لك من شو؟ خايفة يصير معها شيء. أنا رأيي لازم نوقف مواقف هالفترة وبعدين بنرجع نشوف شو بنعمل. أنا رأيي لازم نام، لأنه أنا اليوم فرطت من المشي. إذا نمتي هلأ سميرة ما رح تنامي بالليل. لا تخافي يعني بقدر نام بالليل، ما في مشكلة. أنت هذا اللي شاطرة فيه، نوم وبس. شو قلتي؟ شو قلت؟ نامي نامي لقلك، أنت مش حاسة بولا شي سميرة. إي والله ماني حاسة بشي. إي والله، إي والله. حلوة؟ والله برافو عليك، صاير مزوي كثير. قد ايه جايبه؟ حزار. بشرفك سمير عم بيشتغل، خلصني. قد ايه جايبه؟ حزار ده خلصني، بدي اشتغل، عندي بحث. شو قد ايه؟ نص حقه. والله صاير فلوي حيث بعجبك. سمير عم بيشتغل. سمير لك شو بدك؟ وضع الماما مش عاجبني. وأنا كمان. من شوي فت لعندها على غرفة حكتني من روس شفافة، قالت حججت إنه فكرتني سمر. دخلك ليش ناطرتها لسمر؟ خيي كانت عتلينة همها كيف بدها تعمل فحوصاتها، ما قضيتها سمر عم تنق على راسها كل النهار، تنق. بس وضع الماما. شو كيفكن؟ جيتي بوقتك فوتي. ليه خيي شو في؟ في شي لازم نحكيه ونفكر فيه كتير منيح بعد عملة عبد الجبار بالماما. ايه اللي هو؟ بخصوص امراض تقدم العمر وحديث الماما عن الزواج، يعني انا اللي بشوفه بعد عملة عبد الجبار بالماما جابتها بالارض. فمنشان هيك انا عم فكر انه نحسسها انه بعدها صبية مشان تتحسن نفسيتها. ولا انتو شو رايكم؟ لك اساسا في امور كتير لازم نحكي فيها، من بيناتهم مستقبل الرياضي. تماما. لك شو مستقبلك الرياضي؟ لك انت مش على اساس نايمة؟ بلا، بس انت بتخلي حدا ينام فقست نومتي.
بعدين عن شو عم تحكوا؟ هلا اختك رح تخبرك، بس رح تفوتي بالاول على المطبخ تحضري لنا اكله من اكلاتك الطيبه. يلا. بس اختي الله يخليكي، ما بقى تكتر ملح بالطبخ لانه عم يجعني راسي انا عم بتدرب. يا حبيبي هالمره ما رح كتر لك ملح بالمره، لانه ما عرفتوا شو اللي صار. شو؟ هلا بتعرفوا. اي غلطه بتلاقي البوكس اجى على عينك ولا نادي قبل فيه هون. يا ريت تلاقي لنا شي نادي بسرلنكا. خالتي سامر هذا ما رح تفهمي عليه كتير لانه شاطر بالفلسفه، بيتفلسف. يمكن تفكري هو امي مو انا امه. ماما سمر هي البنوته شاطره كتير واموره كتير وعم تدرس رياضه، هي اسكى وحده بالعيله. خالته سميره اخر العنقود شاطرة كتير بالطبخ، إذا بدك تصيري أحسن طباخة لازم تتعلمي منها، بس إياكي إياكي تقبلي إنها ترسمك، لأنه ما بتلاقي حالك بالأخير إلا يا مثلث يا مربع يا دائرة. ماما شش. وهي سكوتها وصلت خصيصاً من سريلانكا كرمال شو؟ سيل زبالة. ويلكم كمان. هي أول مرة أمك بتعمل شغلة بعد وفاة البابا الله يرحمه دون ما تاخذ رأينا. الله يرحمه. الله ياخذك، منين طلعتيني؟ أنا بسيل زبالة، أنا بنظف. زبالة اللي بتشك إن شاء الله. شو هذا اللي بإيدك؟ زبالة مستر، أنا بسوف زبالة بسيل زبالة. فرجيني لشو؟ زبالة كله جود. ولك اخرسي. زبالة أنا بسوف زبالة أنا بنظف هيك. جود. أنا بنظف زبالة. جود. هذه التحليلات السياسية؟ نو. وين أولادي كانوا هون؟ زبالة كبون زبالة مستر. سمير اتصرف. لا زبالة. انت شو؟ انت شو؟ زبالة. الله لا يوفقك فوت عود. سامر شو بالك؟ قلت لك سكوتي تتصرف معه تصرف معي ان شاء الله. موجوع؟ أي موجوع ان شاء الله يكسر ايديك الهي فوق تعبك. شو مفكرني ولا كمان؟ وين راحت؟ روح الحر، روح الحر. شوفي حبيبتي قولي لي لحتى تتعلم الطبخ لازم تحفظ شو بقولي والا الحياة حدا وقع؟ ما بعرف. قومي وين نشوف امي. شو صار؟ شو فيه؟ شو فيه؟ قوم لنشوف شو عامل فيه؟ بعت لي حمى عليه. سألي؟ شو صار؟ شو عامل فيه ولا؟ لك انا برجي اذا ما بقول لامك. يا عمي والله انت ناقود مستر، انت ناقود مستر. وين ناقود؟ ايه مستر ناقود سمير ناقود مستر جميلة. نو بريز مستر قم قومي. نو مستر نو ناقود مستر قومي. ناقود شو بصير لك؟ ناقود شبيه شنو؟ صار لك شي؟ سمير شنو؟ سامي موضوع؟ سامي يا الله مو معقول شو تعبان وشك يا ميادة؟ معقول يشوفك هيك الدكتور زياد؟ أحسن بشوفك تعبانة بيحن عليكي بيشفق قلبه عليكي. لا 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 نص على الأقل بشلح الأسود وبغير موديل شعري شوي. تفضل. ماما كيف صرت طمنينة؟ الحمد لله أحسن. طيب بدك شي يجيبك تشربيه؟ لا ما بدي شي، ليش جبناها هي نحن سكوتاي؟ هلا ماما أوكي سكوتاي بشغلة بس أنا حابة أجيب لك شي أنا مني. ما بدي منك شي، قولي لسميرة تحضر الغداء وإياها ثم إياها ثم إياها، تاخذ شي وصفة من سكوتاي بلا ما نتسمم بالجملة. لا لا وقتها هي ما بتحضر هي لحالها. يلا يلا روحي أنا كثير متضايقة وتعبانة.
شوفي حبيبتي فتحي لي مخك، الله يرضي عليكي، ما في داعي تعذبيني معك. يس مدام. لحتى تنجح الطبخه لازم تحركي عكس عقارب الساعه، لانه التحريك مع عقارب الساعه بينزع المراه. نو اندرستاند مدام، انا نو اندرستاند نو اندرستاند. ما فهمت علي؟ نو لازم حكيكي سريلانكي رح تفهمي علي، لانه عربي ما رح تفهمي علي. يا شورا حركي عكس عقارب الساعه. حركي هيك هيك مدام، عكس عقارب الساعة. يس. وأي طبخة لحتى تنجح لازم تضيفي عليها شوي من إحساسك. هيك مدام. جود جود. برافو عليك. جود. برافو عليك. برافو عليك. حطيتي ملح على الطبخة؟ نو مدام. إيش هون أطرح حطي؟ خلينا نشوف مقادير الملح عندك. لك شو عندك مدام؟ بعطيك حمى مو هي. هرجي. هرجي. متجوزة أنتي ولا مو متجوزة؟ نو أرمس مدام. إيه من هالشي مالك متجوزة. هاتي هاتي نزلتيها للطبخة. عطيك حمى. هيلب يو مدام. هرجي. هرجي. هرجي 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 من وشي لشوف. نو مدام هيلب يو. نزعتيها. روحي من خلقتي. نو 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 جود جود. جود جود. عطيك حمى. إيه. نو. شو بدي أعمل فيها هلا؟ شو خيي؟ كيف صرت؟ شو كيف صرت؟ مو شايفني كيف ملقح من ورا افعالك؟ حبيبي تقبرني، ما تخاف ما تخاف، بس في احضر رزان شوي. ليش شو في؟ في خبر عالمي كل العالم عم تحكي فيه. خبر عالمي؟ شو هو؟ فنانة سينتيا، بس بدي اعرف اذا مزوجة ولا لا. ايه بليز. ايه هذا خبر عالمي؟ تضرب انت وسينتيا. لك ايه خبر عالمي؟ واللي خبرك كمان؟ خي بتعرف قد ايه عندها فولورز على انستا؟ قد ايه؟ مليون واحد. انا الواحد. شوفي حبيبتي بتحركيها مرة على اليمين ومرة على اليسار، مرة على اليمين ومرة على اليسار. يس معي؟ يس. برافو عليك سميرة. شو بتعملي؟ هلا بتدوقي وبتعرفي اختك شو عم تعملي. ايه بس شو هي الطبخة كلها بهارات يعني مش عارفها. اخ مو معقول شو بتنقي انت، مو معقول. روحي حبيبتي التهي لك بشي شغلة، التهي بشي مسلسل، روحي. طيب قولي لحياتي شو بساعدك؟ شو بتساعديني؟ تفضلي هاي الجليات ورجيني فين عرض كتافك. يلا. والله؟ وهيدي سكوتاي مكوتاي هون شو عم تعمل؟ عم تتفرج؟ انا بشوف مدام سميرة هاري بطبها. ايه الله لا يوفقك انت وهالطبخة. نو جود. الله لا يوفقك. سمر افتحي الباب. يس يس. سمر يجلي؟ لا. طيب انت شو عم تعملي؟ افتحي الباب. انا شوف مدام سميرة يطبخ. شو؟ ما سمعت. يطبخ مدام سميرة. نو اوبن دور. لا انا اوبن دور. اوبن دور. شو هيدا؟ اجلي اجلي منيح اجلي منيح. رح قلك اجلي. وهي رح نحط لها شوية ملح. يا عليك يا سميرة. انت مين؟ دكتور زياد. انا دواء. نو 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 مش دواء، جاي اشوف مدام، مدام ميادة. اندرستاند؟ اوه يس اوف كورس. ويلكم مستر. ويلكم ويلكم. معقولكم حكيتوا وما قالت لنا؟ ما بعتقد. تحت على نشوف. دكتور تقبل اعتذارنا على اللي سويته سكوتاي معك على الباب. ما في مشكلة. أنا بعتذر إذا كنت جيت بوقت غير مناسب. لا لا يا دكتور، أنت بتشرفنا بأي وقت. تسلم تسلم. الحقيقة أنا جاي أطمن على الست الوالدة. كيف صارت؟ الوالدة وضع منيح يعني، الحمد لله عم تتحسن وصارت منيحة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا. أهلا أهلا. شو بتحب تشرب؟ باخد قهوة. طيب رح أعمل أنا القهوة. نو سكرتاي أعمل قهوة. أهلا وسهلا فيك دكتور. طمني كيف وضع المشفى والمرضى؟ الحمد لله عم بيتحسنوا عم بيتحسنوا اثنيناتهم.
الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالدكتور زياد. اهلين مدام ميادة، طمنينا عليك، كيف صرتي؟ الحمد لله الحمد لله صرت احسن، انت كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. يا اهلا وسهلا فيك. ليش قاعد هون؟ عاد بالصدر. تفضل تفضل. عفوا عفوا. حط مي هون سكوتاي. يلا روح على المطبخ روح. مدام ميادة بدك تسمحي لي، مع اني انا طلبت القهوة بس انا بتخلى عنك مالك. لا ولو ما بصير، انت طلبتها انت بتشربها. لا ما له شيء، يعني ما راح اقدر اقبل على حالي انه انا اشربها وانت تقعدي بدون قهوة. ولو دكتور انت ببيتنا معقول انا اشرب القهوة وانت قاعد تتفرج علي؟ ما بصير. معلش اسمعي لي خذيها مني. طيب عندي فكرة. شو رأيك؟ شفي أنت شفي أنا، شفي أنت شفي أنا. أنت شايف شو عم يصير قدامك؟ شو جيبه هيدا مرة تاني؟ شو جيبه؟ يلا بلش أنت بالأول. لا من أصول اللياقة أنه أنت تبلش. لا والله ما ببلش حدا غيرك. ما بصير مدام ميادة. ما بصير ما بصير، أنت بدك تبلش دكتور زياد ولو أنت ضيفنا. هلا أنا ممكن بلش من بعد ما أنت تبلش. لا لا لا، وأنا ما ببلش إلا بعد أنت ما تبلش. الله معك الله معك. بلش انت. انا بفضل تبلشي حضرتك. لا والله اكيد انت بدك تبلش. لا الله معك حضرتك تبلشي وارجع انا بلش. لا اذا انت بلشت انا بعدك ببلش. طيب هلا مين بده يبلش؟ انا ببلش. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.